وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يحافظ على أبنائه، يوقع مع وليد سليمان وعاشور ويجدد الدماء بثلاثة صفقات جديدة. الأخبار، الأهلي يحصد المكاسب وينفرد بصدارة الدوري. المساء، الأهلي لم شمل نجومه الكبار. الوفد، لجنة الكرة بالأهلي توافق على سفر رامي ربيعة للعلاج بألمانيا. المصري اليوم، حسام عاشور يوافق على التجديد. الوطن، البدري يشكر اللاعبين على ثنائية الطلائع. الشروق، الأهلي يغلق ملف اللاعب العالمي مؤقتا. واليوم السابع، عبد الله السعيد يرفض عرض 21 مليون جنيه من أجل الأهلي. وفيتو، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقصة. ويلا كورة، مدرب الأهلي نسعى لتعويض هزيمة الدور الأول أمام المقصة. أما في الجول، عبد الحفيظ لم نتلقى عروضا للاستغناء عن صالح جمعة. والأهلي دوت كوم، الأهلي ينفي عرض شباب السعودي لضم أحمد فتحي. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.